كلمات تشرق بالنور، جمعت كالدر المنثور، في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بانس وسرور، العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور، فتزود قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها الاحبه في الله امتدح للنبي عليه الصلاه والسلام امراه بانها صوامه قوامه تخيل وتصور المشهد صوامه اي تصوم غير الفريضه قوامه اي تصلي غير الفريضه تقوم من الليل تتنفل قال هي في النار اعوذ بالله طيب لماذا قال لانها تؤذي جيرانها بلسانها واسمعوا الى الحديث الذي في الترمذي الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه حديث عظيم اشتمل على اركان الاسلام اشتمل على فضائل الاسلام اشتمل على كل فضيله ومع هذا في نهايه هذا الحديث يحذرنا النبي عليه الصلاه والسلام من امر عظيم وامر خطير قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله اخبرني عن عمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال له النبي عليه الصلاه والسلام لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ثم قال له عليه الصلاه والسلام الا اخبر الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنة اي وقاية بينك وبين النار بينك وبين المعصية الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم قال له عليه الصلاة والسلام أولا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال معاذ قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال عليه الصلاة والسلام أولا أخبرك بملاك ذلك كله أي ما يحفظ عليك هذه الأعمال الإنسان يريد أن يحافظ على عمله يريد يوم القيامة أن يجد في صحيفته هذه الأعمال العظيمة قال قلت بلى يا رسول الله فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى لسانه وقال له يا معاذ كف عليك هذا قال معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخيرهم إلا حصائد حصائد ألسنتهم رواه الترمذي والله إنه لحديث عظيم أيها ابن مسعود يقول والله لا أرى شيء أحق أن يسجن مثل اللسان احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت التهاب لقاءه الشجعان احفظ هذا اللسان يقول أحد السلف والله إني لأدقق في كلمتي أو أني أحرص على كلمتي فإن كانت في خير أمضيتها وإن كانت في غير ذلك أبقيتها خير من هذا قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت إذا ما عندك خير يا أخي أصمت كم من إنسان يا أخواني وأنا أتكلم حقا حتى في مساجدنا أصبح الإنسان ما يصلي في مسجد الذي بجواره لماذا؟ لأن فيه فلان صليط اللسان كم من إمام مسجد ترك إمامة المسجد هذا المسجد والسبب أن في هناك فلان صليط اللسان يؤذي الإنسان الناس بلسانه يؤذي جماعة المسجد يؤذي الإمام يؤذي المصلي هذا والله يا إخواني من الأمور العظيمة ما يرتاح الإنسان كونه يأتي في في جلسة جماعته أو في مجلسهم ولماذا السبب؟ لأن هناك من الأشخاص شخص يؤذيه بلسانه يعطي الكلمات يا أخي انتقي كلماتك وبالذات حتى في مناسباتنا في أعيادنا في أمورنا نجد من الناس من ينظر إلى السلبيات وإلى الأخطاء ثم يرسلها إلى الناس يا أخي انتقي كلماتك طيب الناس بكلماتك سفيان بن عبد الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله, يا رسول الله أوصني قال احفظ عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك يا أخي في الله احفظ هذا اللسان وأحد الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله من نجات من نجات قال احفظ عليك هذا أبو بكر رضي الله عنه من هو أبو بكر يا أخواني الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن صاحب النبي عليه السلام في الغار وفي الهجرة الصديق الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بالحق وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبذل نفسه وماله ومع هذا يدخل عليه الفاروق وما أدراكم ما الفاروق يدخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه, عنه عنهما جميعا وأرضاهم وإذ به ممسك بلسانه فيقول له مه مه هذا أمر عظيم وش الأمر قال يا عمر هذا أوردني الموارد هذا أوردني الموارد يا إخواني ننتبه والله يا إخواني قد يكون بسبب زلة لسان يعني نخسر بها الدنيا والآخرة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يروي حديثا عظيم يقول وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ما يتبين يلقيها على أي حال في المجالس في الدين في الحلال فيما يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية سبعين خريفا في النار وهناك رجل كان ينكر على رجل والحديث في صحيح مسلم أنه مقيم على معصية فلما تردد عليه وهو مقيم غضب وقال والله لن يغفر الله لك لن يغفر الله لك فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو هريرة كلمة أوبقت دنياه وآخرته بكلمة واحدة خسر فيها الدنيا والآخرة، فيا إخواني ويا أحبابي الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تبين لهذه ولا تقولوا لما تَصِفُ السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الافتراء على الله عظيم فلنتقي الله ايها الاحبه ولنحاسب انفسنا قبل ان نحاسب وان نعمل نحرص كل الحرص على ان لا نقول الا خيرا او نصمت اي والله يا اخواني نجد الخير والفلاح والفوز قل الكلمه الطيبه ادخل السرور على قلوب اخوانك انتقي أطيب الكلام كما كان عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة ألقيها يا أخي تصدق على الناس بالكلمة الطيبة أثني على الناس الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين ومن الصالحين ومن المحافظين على ألسنتنا من الزلل ومن الزيغ اللهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلمات تشرق بالنور، جمعت كالدر المنثور، في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بانس وسرور، العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور، فتزود قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور هذا البرنامج برعايه